ينضم إلينا من موسكو مراسل القاهرة الإخبارية حسين مشيك. مرحبا بك حسين. هل من رد فعل روسي حتى الآن على هذه الخطوة من جانب الاتحاد الأوروبي؟ خالد، لا زالت حتى هذه اللحظة تدرس ردها تجاه الدول الأوروبية، وخاصة أن موسكو وصفت القرار الأوروبي بأنه غير قانوني وأنه سرقة حسب ما جاء في البيانات الروسية. المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف أكد على أن بلاده لن تمرر هذا القرار من دون عقاب، وأيضا الخبراء الروس يروا بأن قرار الاتحاد الأوروبي هو خيبة أمل من قبل روسيا تجاه أن الفترة الماضية وخاصة السنوات الماضية والعقد الماضي جمع الدول الأوروبية، علاقات الدول الأوروبية كانت ممتازة مع روسيا، بالإضافة أيضا إلى أن التطور الأوروبي والاقتصاد الأوروبي. نعم حسين، نعم أنت على الهواء، تفضل. نعم نعم خالد، كنت أشير بأن الخبراء يروا بأن الاقتصاد الأوروبي بنى على الطاقة الروسية وعلى الموارد الروسية، إذن هذا الموقف من قبل الدول الأوروبية فاجأ الجانب الروسي وتحديدا الخبراء والمراقبين. أيضا الخبراء يروا بأن الدول الأوروبية هي الخاسرة الأكبر من هذا القرار، نظرا إلى أن موسكو بطبيعة الحال ستتخذ قرار بالمثل، أي أن موسكو لربما تقوم خلال الساعات المقبلة بالحجز على الأصول الأوروبية داخل الأراضي الروسية، والأصول الأوروبية داخل روسيا هي كبيرة جدا وأكثر بكثير من الأصول الروسية داخل الدول الأوروبية، وهذا الأمر يعود إلى حقبة الاتحاد السوفيتي وتفكك الاتحاد السوفيتي، كيف وعندها كيف دخلت الدول الأوروبية وخاصة الشركات إلى الاقتصاد الروسي والسوق الروسي. الآن الدول الأوروبية قامت باتخاذ خطوة عدائية في إطار المسار المنتهج من قبل أوروبا وخاصة منذ بدء العملية العسكرية. إذن الكرملين أكد على أن هذا القرار لن يمر من دون عقاب. الخارجية الروسية أيضا بدورها تعهدت بأن بلادها سترد على هذا القرار وأن الرد سيكون مناسب وصارم. الخبراء يروا بأن رد روسيا سيكون بالمثل، سيكون بحظر وأيضا بالسيطرة على عدد من الأصول الأوروبية داخل الأراضي الروسية، إضافة أيضا إلى أن البعض رأوا بأن موسكو لربما تقوم بالحجز على مباني السفارات الأوروبية داخل الأراضي الروسية، وإن كان هذا القرار لربما تستبعده الدولة الروسية في الوقت الحالي، نظرا إلى أن الجانب الروسي يريد حفظ خيط مع الدول الأوروبية، لعل هذا الخيط يكون باشرة خير لإمكانية استئناف العلاقات في وقت لاحق بين روسيا وبين الدول الأوروبية. النائب رئيس مجلس الأمن الفيدرالي الروسي ديمتري ميدفيديف في وقت سابق قال بأن بلاده الرد المناسب على مثل هذه القرارات هو ضرورة إغلاق السفارات الأوروبية في موسكو وإعلان دبلوماسي الاتحاد الأوروبي بأنهم أشخاص غير مرغوب فيهم في الأراضي الروسية وضرورة ترحيلهم من البلاد. إذا مثل هذه القرارات أو مثل هذه الإعلانات مستبعدة في الوقت الحالي، نظرا إلى أن روسيا تعرف جيدا بأن الدول الأوروبية من غير الممكن أن تبتعد كثيرا عن السوق الروسي، نظرا إلى الحاجة الأوروبية لهذا السوق وخاصة في مجال الطاقة، إضافة أيضا إلى أن روسيا أيضا بدورها بحاجة إلى الدول الأوروبية، وخاصة أن أوروبا هي جارة لروسيا، لا يمكن الابتعاد كليا عن الدول الأوروبية، إلا أن مثل هذه القرارات تؤدي إلى تدهور العلاقات أكثر وتؤدي أيضا إلى إطالة أمد الصراع في أوكرانيا، إضافة أيضا إلى أن مثل هذه القرارات تكون قرارات تحذيرية لدول أخرى بعيدا عن روسيا بأن الدول الأوروبية يمكن في حال خالفت تلك الدول القرارات الأوروبية والسياسة الأوروبية وتحديدا السياسة الأمريكية فعندها ستقوم بحظر أصولها، وهذا قرار وأمر يستدعي من عدة دول التفكير جيدا في الوقت الحالي بضرورة عدم امتلاك أو عدم وجود أي أصول تابعة لها في الدول الأوروبية والدول الغربية. شكرا لك حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو، أشكرك.